بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع. الفصل الرابع من قصة شجرة الدر. احنا عرفنا في الفصل اللي فات ان نجم الدين انتقل الى دمشق. نجم الدين وشجرة الدر الان في دمشق. طبعا نجم الدين انتقل انتقالة كبيرة جدا من كيفة وسنجار الى حكم دمشق. نجم الدين وشجرة الدر في دمشق. بدأ نجم الدين وشجرة الدر يفكران في طريقة يصل بها نجم الدين إلى حكم مصر، وكيف يتغلب على العقبات وعلى مكر الأمراء وخبث الفرنج وتدبير سوداء بنت الفقيه وأتباعها الموجودين في صفوف نجم الدين، لأن دي العقبات اللي كانت واقفة في طريق نجم الدين في الوصول إلى حكم مصر. بيتفاجأ نجم الدين في هذا الفصل بوصول اثنين من أعمامه، مجير الدين وتقي الدين، جايين في حالة هروب يفران من شر العادل، ويصطحبان معهما رجالهما ونساءهما وأطفالهما وأموالهم وجيوش، كل واحد منهم له جيش. طيب مجير الدين وتقي الدين أعمام نجم الدين، طلب من نجم الدين أن يسارع ويقوم بقوة وبعزيمة لكي يخلص مصر من حكم العادل سيف الدين. طب هل اقتنع نجم الدين بما قاله أعمامه؟ نعم اقتنع، فهو يعرف أن مصر قوة هائلة، قوة عظيمة، ويجب أن تظل كذلك حتى نتمكن بها من صد خطر الفرنج والتتار. وهنا في الحتة دي بالذات بيسألك سؤال، يقول لك كان لنجم الدين ذكرى أليمة في حروبه ضد الفرنج، حيث أنه قد اختطف وهو صغير في حرب دمياط أيام والده الكامل، فهو لا ينسى جرائمهم في دمياط. طيب نجم الدين اقتنع بكلام أعمامه وقرر التحرك على الفور إلى مصر، ولكن نجم الدين استعان بالصالح إسماعيل وهو أحد أعمامه أيضا. أرسل نجم الدين إلى عمه الصالح إسماعيل يطلب منه المساعدة في دخول مصر، ولم ينتظر وصوله، بل تحرك نجم الدين حتى وصل إلى نابلس فاستولى عليها وظل في انتظار الصالح إسماعيل لكي يلحق به. هيأتي هنا دور للجاريتين ورد المنى ونور الصباح، وهما جاريتان ملك لنجم الدين، ولكنهما يعملان لمصلحة سوداء بنت الفقيه ولمصلحة الملك العادل سيف الدين. بدأت هاتان الجاريتان تنشران الفرقة في جيش نجم الدين. اتصلت ورد المنى ونور الصباح بمجير الدين وتقي الدين تحذرهما من أطماع شجرة الدر، فانخدع الرجلان بما قالته ورد المنى ونور الصباح، وعملوا على إشاعة الفرقة بين جنود نجم الدين. بنيجي بقى نشوف الخيانة التي فعلها الصالح إسماعيل. قام الصالح إسماعيل بالهجوم على دمشق بعد أن أبلغتاه ورد المنى ونور الصباح باتفاق نجم الدين والجواد، وحذرتاه من أن ينضم لجيش نجم الدين ويساعده في الدخول إلى مصر. طيب مجير الدين وتقي الدين يتركان نجم الدين. استشار نجم الدين أعمامه بعد هجوم الصالح إسماعيل على دمشق، فأشار عليه بالذهاب إليه وتأديبه، ولكن شجرة الدر كانت ترى أن الاستمرار والتقدم إلى مصر خير من الرجوع إلى دمشق التي كان الصالح إسماعيل قد استولى عليها. شجرة الدر كده وقع في مأزق، نجم الدين وقع في مأزق لأن أعمامه مجير الدين وتقي الدين تخلوا عنه وتركوه دون مساعدة. طيب شجرة الدر بدأت تقترح على نجم الدين كيف يتخلص من هذا الموقف الصعب. شجرة الدر كانت ترى أن الاستعانة بداود صاحب الكرك هي الحل، صاحب الكرك. أشارت شجرة الدر على نجم الدين أهمية الاستعانة بداود صاحب الكرك للخروج من هذا المأزق، لأنه في حاجة إلى نجم الدين يعاونه على أن يأخذ دمشق من إسماعيل. يعني داود هيساعد نجم الدين
في السير إلى مصر، ومن هناك ومن مصر نجم الدين يعطي لداود مدينة دمشق. وافق نجم الدين على الفور وأرسل رسالة مع أحد رجاله إلى داود في مصر لكي يعرض عليه هذا العرض. دي كانت أهم النقاط في الفصل الرابع.